نقرأ في العالم من حولنا مع أحمد عزام، محلل الأول أسواق المال في مجموعة إكويتي. أحمد أهلا وسهلا بك معنا، يعني ونحن في خواتيم هذا العام الذي يلملم أوراقه وأطرافه استعدادا للرحيل، لكن تبقى هناك أسئلة معلقة، يعني ولو إلى حين سيستصحبها العالم إلى العام الجديد. لعل السؤال الأكثر حضورا هو إلى أي مدى ستعمد البنوك المركزية حول العالم في تخفيف السياسة التشددية النقدية وربما المضي قدما في خفض معدلات الفائدة؟ هل يعتبر ذلك متاحا حتى الآن يعني بحسب المؤشرات والأرقام؟ صباح الخير. طيب نعم، أسواق تتوقع بشكل بدأ عمليات تخفيض أسعار الفائدة، لكن طيب هنا الفارق هو ما تتوقعه الأسواق وما يتجه إليه البنوك. الإشارات بكل تأكيد عندما ننظر إلى البنوك، فالبنوك تتحرك بناء على تحركات الأرقام الاقتصادية، أي أنها تعمل على السياسة النقدية كرد فعل بالنسبة للأرقام الاقتصادية، بينما الأسواق تتوقع الحالة الاقتصادية بناء على الحالة المتواجدة بالنسبة للبيانات الاقتصادية. فالأسواق تتوقع إمكانية بدء عمليات تخفيض أسعار الفائدة في شهر 3، 150 نقطة أساس للفدرالي الأمريكي، 150 نقطة أساس لبنك بريطانيا، 175 نقطة أساس لبنك أوروبا. المجمل أن الأسواق والفدرالي الأمريكي أو حتى البنوك المركزية سوف تتجه إلى تخفيض أسعار الفائدة، تجتمع إلى إمكانية فكرة تخفيض أسعار الفوائد. لكن السؤال الذي يطرح نفسه الطيب هنا، متى سيتجه البنوك المركزية أو متى ستتجه البنوك المركزية لتخفيض أسعار الفائدة؟ عندما ننظر إلى البيانات الاقتصادية، على ما أعتقد أن البنوك قد تحتاج إلى المزيد من الأدلة، مزيد من البيانات الاقتصادية. نعم المؤشرات جيدة، التضخم سجلت انخفاضات من الذروة، لكن نحن أعلى من المستهدفات البنوك المركزية من ناحية. من ناحية أخرى، الأرقام الأخيرة بالنسبة للتضخم هي أرقام ثابتة، من ناحية أخرى قد تعطي إمكانية أن أرقام التضخم قد تكون راسخة. تاريخيا أرقام التضخم عندما سجلت انخفاضات من الذروة عادت وسجلت ارتفاعات، لذلك المخاوف لا تزال متواجدة. الأوضاع الحالية من التوترات الجيوسياسية قد تضغط على أرقام التضخم، لذلك بالمجمل تحتاج البنوك المركزية إلى أرقام أكثر. على ما أعتقد الربع الأول هو قد يكون إشارات أكثر في الفترة القادمة حول توجهات البنوك المركزية، لكن بكل تأكيد عام 2024 سيحمل تخفيض أسعار الفوائد الطيبة. جيد. أحمد، يعني إذا استصحبنا أوروبا معنا في هذا الطريق، نجد أن اقتصادها أكثر تعثرا على أقل تقدير من الولايات المتحدة الأمريكية، والصين يعني تبدو ضبابية أيضا. هذا التباين في أداء الاقتصادات الأكبر في العالم إلى أي مدى أيضا من الممكن أن يحدث إرباك في المشهد الاقتصادي؟ نعم بكل تأكيد. طيب كنا قبل عام نتحدث عن إمكانية دخول الركود، الأدلة بالنسبة للركود التقني لا تزال متواجدة بالنسبة لأرقام السندات، انقلاب منحنى عوائد السندات لا يزال يضغط ويعطي إشارات بأن الركود وارد. عندما ننظر إلى بريطانيا، الاتحاد الأوروبي قاب قوسين أو أدنى من تسجيل مرحلة الركود أو دخول مرحلة الركود، خاصة في الاتحاد الأوروبي أرقام سلبية في الربع الثالث، إمكانية دخول مرحلة الركود لو سجلنا أرقام سلبي في الربع الرابع. عندما ننظر إلى أرقام بريطانيا أيضا، النمو الاقتصادي لا يزال مسطح، أرقام لا تزال ضعيفة جدا بالنسبة للنمو الاقتصادي، لذلك عندما ننظر إلى أرقام النمو الاقتصادي قد تكون ضاغطة. لكن الشيء الجيد هنا الطيب أن في بعض الاقتصادات ما كنا نخشاه من الهارد لاندينج قد تتجه إلى السوفت لاندينج، وهنا ما أقصده الولايات المتحدة الأمريكية 5.2 والقراءة المعدلة 4.9 للربع الثالث بالنسبة للنمو الاقتصادي تعتبر لا تزال جيدة جدا. حتى الريكفري أو الانتعاش من مرحلة كوفيد 19 لحتى الآن، الولايات المتحدة الأمريكية في مرحلة متقدمة بالنمو الاقتصادي، لذلك النمو الاقتصادي لا يزال جيد. نعم أرقام أو البيانات أو حتى ما يدفع إمكانية دخول مرحلة الركود لا يزال ضبابي بالنسبة للأسواق بالنسبة للاقتصاد، لكن بالنسبة للأرقام الاقتصادية وهو ما يريده الفدرالي الأمريكي، النمو الاقتصادي لا يزال جيد، النفقات لا تزال جيدة، وهو ما قد يعطي الفدرالي الأمريكي بعض الوقت. لذلك لن أقول أن الأسواق تبالغ بإمكانية تخفيض أسعار الفوائد أو في مرحلة تخفيض أسعار الفوائد، لكن لحتى الآن قد يكون الوقت هو الأفضل والانتظار هو الأفضل بالنسبة للبنوك المركزية للتغير والمرور. ما ذكرته الطيب بكل تأكيد أنت، النمو الاقتصادي هو الورقة التي قد تكون ضاغطة بشكل كبير في الفترة القادمة على الاقتصادات، خاصة لو دخلنا مرحلة الركود. نعم أحمد، في دقيقة، مؤشر الدولار المتراجع إلى أدنى مستوياته في 5 أشهر، هل سيدعم الذهاب؟
نعم طيب، على ما أعتقد أن الذهب مسعر حاليا بأسعار أقل مما يستحق بالنسبة للمعطيات الاقتصادية. تخفيض أسعار الفوائد لو حصل في عام 2024 وهو ما قد يحصل في الجزء الثاني بالنسبة لعام 2024 قد يكون دافع أساسي للذهب لتسجيل إيجابي وسلبي بالنسبة للدولار الأمريكي، لكن سوف أترك الباب مفتوح هنا الطيب لإمكانية التأخير في عملية تخفيض أسعار الفوائد مما قد يعطي بعض التصحيح بالنسبة للذهب. نبقى الباب مفتوح هنا الطيب. نعم، كما يترك مدراء ورؤساء البنوك المركزية أيضا الباب مفتوح أمام كل الاحتمالات. أنا أشكرك أحمد عزام محلل أول أسواق المال في مجموعة إكويتي، شكرا جزيلا لك. Yeah.